يحكى في قديم الزمان عن بطل يأبى الهوان، يمضي لا يخشى الأهوال في سبيل الأمان. بالإقدام يمضي كالإعصار، وبسيف ماض وبدار، والأصحاب الدرب الأخيار في وجه الأشرار. لا تقف امضي للأمام، يهديك بريق الحسام، عزتك لك الضياء. يا بطلا لا يهون، معك الظلام لا لن يكون، هيا وحمل ذاك السيف، يغلب بالحق كل الزيف. تحكى في قديم الزمان أسطورة محارب في أن تخبرنا بشيء لا نراه. يجب علينا أن نعرف سر العلبة قبل أن تصل إلى الأرض. هذه العلبة معقدة التركيب ومتطورة جدا. حسب النص الموجود على الغلاف يجب أن تكون علبة الموسيقى السحرية. علبة الموسيقى؟ أجل، حسب ما سمعت أن هذه العلبة الموسيقية السحرية تستطيع عزف موسيقى منوعة، ولهذه الموسيقى قوة سحرية. عبر الاستماع إليها يمكن للمرء أن يطور ويحسن قدراته بينما يفقد الآخرون صوابهم. إن سألتموني عن صحة هذه القصة فسأقول في الحقيقة لا أعلم. إنها كنز من كنوز عشيرة يينغ يانغ، لا أصدق، إنها في حسن المهاي الآن. لقد كان هذا منذ فترة طويلة جداً، وهي قصة طويلة سأرويها لك لاحقاً. إنها خريطة النجوم. كان يستخدمها عراف عشيرة تشو لمعرفة نتيجة أي معركة. انظري إلى هناك، لابد أنها مرتبطة بعلبة الموسيقى، ومن جهة أخرى بحلق التنين. لكن كيف نعرف العلاقة بينهما؟ ما هو السر في هذه العلبة السحرية وكيف سنعرف؟ للنجاة من حلق التنين لديهم أمل وحيد، لكنه أمل ضئيل جدا. 12 لحنا وخمس علامات، هل هناك خمس طوابق فيها؟ 1، 2، 3، نعم هناك 5. والطابق له 12 إفريزا؟ 1، 2، 3، 7. صحيح، هناك 12 إفريزا. الموسيقى مؤلفة من 5 علامات و12 لحنا، كل طابق في المبنى يمثل علامة، والعلامات الموسيقية الخمسة هي غونغ وشانغ جوي زي ويو، والأفاريز 12 في كل طابق تقابل المفاتيح 12. هذا ما يخبرنا به الغطاء. عظيم يولا، أنت ذكية. رغم أننا عرفنا سر العلبة، ما زلت غير مدركة للرابط بينها وبين خريطة النجوم. ماذا؟ كيف؟ اهدأ، اهدأ، كلما زادت السرعة يجب أن نهدأ لمعرفة الجواب. ماذا؟ ألا تشعرون بأن هذه الغرفة غريبة قليلاً؟ علبة غريبة وخريطة غريبة وجدران غريبة، إنه أغرب مكان في العالم. انظرا، هذا المكان مضلع الحواف.
لكن الحافة العلوية ليست كالسفلية، والخطوط في الزوايا التي تشكلها الجدران متباينة. هذا واضح، لكن ما معنى هذا الأمر؟ يبدو أن هذا المكان بني بشكل عشوائي. أتباع الماهاي مهرة، والآلات تحتاج إلى الدقة، وليس هناك مجال للخطأ. لهذا فالخطوط المتباينة مقصود بناؤها بهذه الطريقة، صحيح؟ أجل، ترى لماذا فعلوا ذلك؟ أعتقد أنهم يريدون أن يخبرونا بأمر ما. هناك ترابط. يا إلهي، خريطة النجوم، علبة الموسيقى، الجدران المتباينة، كلها تبدو غير مرتبطة ببعضها، لكن من ناحية أخرى يبدو أن بينها شيئاً مشتركاً أيضاً. يولا، هل عرفت ما هو الرابط؟ العناصر الخمسة: المعدن، الخشب، الماء، النار، والتراب. نعم، هذا صحيح. إن دائرة البروج تحوي العناصر الخمسة، والعلامات الموسيقية خمسة. لكن هذه الغرفة ليس لها علاقة بالعناصر الخمسة. هذه الغرفة مبنية بدقة وحسب العناصر الخمسة. الخشب يمثل الشرق، والمعدن الغرب، النار الجنوب، والماء الشمال. بنيت الغرفة بهذه الطريقة حسب الاتجاهات الأربعة الرئيسية. والبرج في العلبة الموسيقية يعني التراب، وهو في المركز. نعرف أن العناصر تمثل الاتجاهات، لكننا لا نعرف أي منها هو الشمال. لو كنا في الخارج كنا سنعرف الاتجاهات بوساطة القمر والنجوم، لكن كيف سنعرف الاتجاهات في غرفة مغلقة؟ يولا، لماذا تبتسمين؟ أنا معجبة حقاً بباني حلق التنين، إنه عبقري. لماذا؟ على الرغم من أن هذا المصمم عبقري، اخترع آلة مميتة، لكنه كان عطوفاً أيضاً. لقد ترك وسائل مساعدة. أين هي وسائل المساعدة هذه؟ انظروا إلى الجنود في اللوحة حول التنين. الجواب في اللوحة، إن عدد الجنود يطابق القاعدة. إنه يطابق قاعدة العناصر الخمسة. الحديد هو السابع، والخشب هو الثالث، والماء هو الخامس. انظروا إلى الجنود المرسومين في الزوايا: 7، 3، 5. وهذا يرينا الاتجاهات الرئيسية. هذا صحيح. ماذا علينا أن نفعل؟ ليس لدينا وقت كاف. سنحاول رغم كل المخاطر. انظر، هناك كلمات على النوافذ: هوانغ، دالو، غوزي، زونغلو. إنها أسماء الألحان الاثني عشر، كما قالت يولا إنها قائمة على 5 علامات واثني عشر لحناً. إنه جميل جداً. ما هذا؟ المسننات تقترب منا أكثر. حالما تصل علبة الموسيقى على الأرض سنموت. هل هذه هي الموسيقى التي تعد للموتى؟ يولا، كيف سنخرج الآن؟ كيف؟ اسكت، ألا ترى أن يولا تفكر الآن في الحل؟ لقد اختلفت خريطة النجوم ولم تعد كالسابق. كيف هذا؟ لا أستطيع رؤية أي فرق أبداً. لقد قلبت علبة الموسيقى لأرى إن كانت ستتغير خريطة النجوم. لقد تغيرت، لكن لم أعرف قواعد اللعبة. لقد علمني علماء النجوم أن النجوم تتحرك باستمرار على مدار العام، ويستغرق عالم النجوم 5 سنوات لمعرفة القواعد. هذا صعب جداً. يولا، كم مضى على وجودك هنا؟ سوف تبردين الآن، هيا بنا إلى الداخل. أمي، لماذا يقل عدد النجوم في الشتاء؟
إنها تلعب الغميضة معك. انظري يولا، إنها تختبئ في ظلمة السماء. لماذا لا أستطيع رؤيتها؟ يولا، انظري إليها بقلبك بدل عينيك. كنت أبحث عنها لكن لم أعثر عليها. تتغير مواقع النجوم في أوقات محددة في الفصول المختلفة. الشيء الذي لا يتغير هو اتجاه الأرض. إن مراقب النجوم يجب أن يعرف مكانه، وهكذا يستطيع العثور على النجوم المختبئة. أمي، لم أفهم. يولا، هل تشعرين بها؟ الريح تطوف الأرض، سوف تخبرك بالاتجاه، وسوف تخبرك بالفصول أيضاً، وستخبرك الكثير من الأشياء التي لا ترينها بعينيك. يولا، افتحي عينيك الآن. رأيتها، هناك نجوم كثيرة، لا أستطيع عدها، ما أجملها. يولا، افتحي عينيك الآن. رأيتها، لا نجمة مختلفة عن الأخرى. أعتقد أن الحل يكمن في فك لغز علبة الموسيقى. في الغرب توجد نجمة تايباي، إنها معروفة باسم نجمة المعدن. في العلامات الخمسة: غونغ، شانغ، جوي، زي، يو. إن نغمة شانغ تطابق المعدن. حين قلبت الطابق الأول، عزفت علبة الموسيقى نغمة يو، وهكذا حسب تسلسل العناصر والعلامات الخمسة. ينبغي أن يعني شانغ الطابق الرابع. إلى جانب هذا، فإن الرقم سبعة يطابق الغرب، ولهذا يجب أن نلتفت إلى ناحية النافذة السابعة. أعتقد أن الحل في لغز حلق التنين يتغير مع تغير خريطة النجوم. يكون هناك موسيقى معينة في العلبة، ورغم أنها تعزف ألحاناً عديدة إلا أنها مطابقة لخريطة النجوم. يولا، هل أنت واثقة من صحة كلامك؟ ماذا لو كنت على خطأ؟ تستطيعين معرفة الكثير عن النجوم. يولا، اقطعي لي وعدا. في أي وقت أو مكان لا تخبري أحدا بأنك تستطيعين رؤية النجوم. لماذا؟ يولا، هل وعدتني؟ النجوم جميلة، لماذا لا أستطيع الإخبار عنها؟ لأن النجوم جميلة، يجب عليك أن تحميها من الأشرار وما يمكن أن يصنعوه. نعم أمي، أعدك. هل أستطيع إخبار والدي؟ والدك مشغول بإدارة شؤون المملكة، لا تزعجي. أمي، قولي لي، لماذا تبكين الآن؟ لا تبكي، سأسمع كلامك. أنا بخير، لقد دخل الثلج في عيني. أمي، دعيني أساعدك على إخراج الثلج حتى لا تشعري بالألم. يولا، يولا، هل أنت بخير؟ تلك الموسيقى، إنها مؤلفة في يان. حين كنت صغيرة عزفتها لي أمي. Oh!
إن طريقة صنع علبة الموسيقى تبدو معقدة ومتطورة جداً، أكثر من فن صناعة آلات الماهاي. ترى من هو صانع هذه العلبة؟ الممر السري إلى البوابة هو هنا. يا إلهي، ماذا هناك؟ هناك اختراق للبوابة. دخل أحدهم إلى الممر السري الذي تركه الزعيم قبل قرن. إنه يوصل إلى غرفة التحكم المركزية. هناك رجل واحد فقط يستطيع اكتشاف ذلك الممر السري. غوتشو؟ لابد أنه ذلك العجوز. إن دخل إلى الغرفة المركزية فسيكون الأولاد في خطر. هذا المكان خطير ومليء بالضباب، أخشى أن نتوه. كم مضى من الوقت على مشينا؟ الطريق أمامنا تبدو مختلفة. ما أضخم هذا النصب الحجري. كل إشارة في اتجاه مختلف. صحيح، لقد رأيناه كذلك. شكراً لتذكيرنا. لماذا لم تقل هذا إذن؟ لأنني لم أتخيل أن هناك شخصاً ضعيف الملاحظة إلى هذا الحد. سأكلك. يبدو أن الشكلين يمثلان اتجاهين مختلفين. النصب اليساري يشبه رجلاً من الطبقة الحاكمة، والنصب الأيمن يبدو مثل فارس أو مقاتل. أيها الوغد، ماذا يعني ذلك؟ أنت، اتركني وشأني. أخبريني يولا، ما رأيك؟ اهدأ قليلا، هناك بعض الكلمات على الأرض. ماذا كتب هنا؟ طريق الفارس أم طريق الحاكم؟ إنه سؤال للمهية. الفارس أم الحاكم؟ يبدو أن اتجاها يسمى الفارس والاتجاه الآخر يسمى الحاكم. أي اتجاه يجب أن نسلك؟ يولا، ماذا؟ ماذا بك؟ هل رأيت النص المكتوب عند أسفل قدميك؟ عند قدميها؟ الآن أعرف أنه يوجد أشخاص لا يملكون دقة الملاحظة. أتقصد يولا بكلامك هذا؟ يولا، لم أقصدك أنت. توقف أنتما الاثنان. تيان، ماذا يقول النص الذي رأيته؟ إني أستطيع رؤية الكلمات، ولكن رغم أن المعلم تيان شجاع إلا أنه لا يعرف القراءة. تعالي وألقي نظرة، يبدو أن هناك أرقاماً، 1 أو 100. هل هناك نص عند أقدام النصبين؟ بما أنك تقرأ فانظر بنفسك. حسناً، تفقد الأيمن وأنا الأيسر. تدرب 10 سنوات واختر طريقك كي تكون فارساً من فرسان السيف. فتحت آلاف الأميال وعبدها الملايين، حتى البحار الأربعة هي ملكي أنا. طريقتي في الحكم ستدوم قروناً عديدةً.